شو بكي حياتي؟ عادي ما في شيء. الزهر شربتيه؟ كل هالشي عمل فيكي؟ طلعت طعمته أبشع من ريحته. ما بعرف شو بدي قلك، أنا مو مرتاحة أبدا. شو عم تتوشوشوا أنتو التنتين؟ خلاص كلوا، إذا برد ما بيعود له طعمي. ألو. إيه نعم. إيه هلأ فهمت. يمكن هيك يكون الوضع أحسن بكتير. تصبح على خير يا ابني. سلم لي على أبوك كتير. اللي يا عزام إن شاء الله خبر منيح. ما بعرف إذا منيح ولا لا. حسان وسمر بكرة رح يجوا لعنا. ما فهمت عليك بابا. كل هالقد صعبة؟ أختك وصهرك قرروا يجوا لعنا زيارة، في عندك شي مانع؟ دايما إن شاء الله. من وقت ما صرت اتعشى معكن وانتو عم تقضوها عالسكت، فيكن تفهموني شو صاير هون؟ شو رح نساوي اذا التنظيم سيء؟ امك ما لحقت تعمل شي، اكيد انت بتعرفها. لا تواخذنا اذا كنا مقصرين بخدمتك يا انور بيك. طبعا اللي مثل حضرتك متعود يسهر كل يوم ببار شكل، واكيد هيك اجتماعات عائلية بتضيق لك خلقك. مثل العادة ما بيصير الواحد يحكي شي حتى ولو مزح. ما بيكفي انه الواحد عم يحكي غصبا عنه. أنور، نيفين كاستها فاضية. شكراً أنور. أهلا وسهلا. شيرين، قومي عطيه الهدية لخالك. إن شاء الله تعجبك الهدية. شيرين هي اللي نقت لك ياها. عن جد حلوة كتير، كتير عجبتني. شكراً حبيبتي. كل عام وانت بخير. انت عم تشتغلي كل ليلة مو هيك؟ بصراحة هالفترة ما عم بشتغل بمحل معين، خاصة بعد المشكلة اللي صارت هديك الليلة. ايه مزبوط، قصدك الخناقة مو هيك؟ اكيد هالمشكلة صايرة معك اكتر من مرة. ماشي، نحن عن اذنكن. ممكن تقلي وين بدك تعمل مشاكل اليوم؟ خليني ابعت الصحفيين لهنيك بلا ما يتأخروا. بابا بلا بابا بلا بلوط، قلنا لحالنا خلينا نتعشى مع بعض وشوف شو عملت. نسيت انه امك عم تضل الصبح واقفة على الشباك مستنيتك؟ حسن ما في داعي لهالحكي هلا. ماشي، من هلا ورايح رح ريحكن، لا بقى تستنوني، تصبحوا على خير. بالاذن. Thank you.
أنور. لا تواخذيني، نزعت لك مرايك بالسهرة. خلص إذا بدك هلأ بوصلك على البيت. مين قال لك إنه بدي روح على البيت؟ أكيد ما عم فكر أتركك لحالك وأنت بهالحالة. عادي نيفين، ما فيني شيء. إيه عن جد ما فيك شيء. أنا كتير آسف على اللي صار، بس هدول هن أهلي، دائما بيكبروا القصص زيادة عن حدها. خلص مو مشكلة. لا مشكلة، طالما أنا عايش معهم فعلى الأقل لازم يحترموا الرفقة اللي جايين حتى يسهروا معي. كمان أنت ما كتير تزودها، برأيي لازم تطول بالك شوي. بكفي، ما بقى رح يشوفوا وشي مرة تانية. بجوز هلأ عم تحكي هيك لأنك تضايقت، بس من بكرة الصبح. لا لأنه هي مو أول مرة، دايما معارضين أي شي بدي أعمله، رح صير بطول الحيط ولسه بدهم ياني أعمل كل شي بدهم ياه وعلى كيفهم كمان. أنا بحياتي ما قصرت باحترامهم، بس هن محترموني ولو هالقد يعني فين. بس أنا متأكدة إنهم عم يعملوا هيك لأنهم خايفين عليك. غيرين لهالموضوع. ماشي. ما روحي. ما لك شو طرشتي؟ لك ما عم اتوجع كتير. ما شبكي؟ ها؟ ها؟ بعد. شوفي بعد عني. ها؟ عم اتوجع. شبكي حبيبتي؟ ها؟ استني شوي، استني هلا برجع. يلا ما بطول. امي دينا تعالوا هون بسرعه. حبيبتي روقي روقي. لا تلمسني رؤوف، حاسه نار عم تحريني. امي دينا لك ايش الساعه؟ شو صاير معكم يا رؤوف؟ ما بعرف، بطني عم يوجع. شو بك يا عمري؟ مسكينة إيديها باردين كتير وعم تحرق كتير. أمي روح روح جيب دكتور بسرعة، وضع ممني. شو صار معك يا بنتي؟ شو صار معي؟ رشاد رشاد ولا شو هالموضوع المهم كتير يا حسان؟ قضية جلال رح تنفتح من جديد بابا. معقول بابا؟ هيك القاضي قرر، لأنه السلاح اللي انقتل فيه أخي مو موجود. السلاح موجود ببيتنا. شو يعني ببيتنا؟ إياد انقتل بالسلاح الموجود بصندوق سمر. بابا بابا أنت منيح؟ إذا هيك يا ابني روحوا لهنيك، وإذا كان لقتل حدا تاني. عزام بيك ماله ذنب بابا، أصلاً هو اللي خبرني. مسكين يا عزام، بيكون قلبه عم يحترق هلأ. وسمر؟ سمر رح تروح معي. أنت بمعرفتك حل الموضوع، ما عاد عندي قوة على المشاكل. بابا عمي لازم يعرف بهي القصة، بس إذا حاول يلحقنا لهونيك لا تخليه أبداً. أنت لا تأكل هم، ما بخليه يروح. اليوم بس لحسيت إنه بابا كبر بالعمر وإنه قلبه صار ضعيف كتير. بكرة بدكم تروحوا؟ أي خلينا نخلص من هالقصة. حسان، سمر اليوم بحاجتك، واللي عملته مانو سهل أبداً عليها. بجوز توقف وجه عائلتها كلها هلأ. بعرف. رح تروح على البلد اللي مات فيها إياد. بعرف. صعب كتير يا جوان، صعب. بس هلأ لازم تتجاوز كتير شغلات، خصوصي طالما قررت تحل هاي المسألة أنت. رح توقف محل ما وقف أخوك آخر مرة،
ورح تعرف شو سبب حبه الكبير لميديات. جوان، بدي أسألك، شو رأيك تجي معنا؟ بهالحالة هي؟ شو رح فيدكم غير إنه كون عبء عليكم؟ لا تحكي هيك، أنت ممكن تساعدنا. سمر اليوم قالت لي روح على ميديات، في هنيك مزار حكت لي عنه إنه بيشفي المرضى. يعني كيف بنت بعقلها هي بتصدق هالخرافات؟ ما تستخف بسمر، ممكن تكون مخبية شي. حسان بكفي بقى. جوان فكر بالروحة معنا بكرة. حسان لسه ما نمتي؟ عم استناك. عن جد؟ ايه. بطلتي تروحي معي؟ لا طبعا ما غيرت رأيي، بتمنى تقبل هي. شكرا سمر، بس ما كان في داعي. ما بدك تفتحها؟ بيطلع حلو عايدك. جدي ورتني اياه لانه كتير بيحبني، مع انه خاتم رجالي. شكرا كتير سمر. لا تفكريني ما بعرف قديش انت حامله هم ومسؤوليه. لو كنت انا مكانك ما بعرف اذا رح اكون بنفس هي القوه. انت اللي صبرتني وقويتني وخليتني قرر. وبلكي هنيك ضغطوا عليكي سمر. ما عاد رح ارجع بقراري، بس ما بدي اجرح قلب حدا هنيك، وخصوصا بابا الغالي. لا حسن، ما رح اقبل بهالشي ابدا، ما رح خليه يروح على ميديات. لا تتدخلي بهالقصة. انتو جنيتوا حسن؟ نسيت شو صار لما رحتوا؟ واحد من اولادنا مات؟ لا لا، مستحيل خلي حسن يروح. مزن هو اخذ القرار، ما رح يرد علينا بالمرة. على أساس عم تفكر تمنعه من هي الروحة؟ وليش امنعه؟ حسان رايح يعمل واجبه، وجوده صار ضروري كتير بميديات هلأ. وشو رح تساوي إذا كمان صار له شي؟ ما رح يصير شي بنوب مزن. مو هلأ تحكي هذا الحكي حسن، لما يصير له شي ابقى افرح وقتها. مصطفى، نحن لازم نحكي شوي. قد ايه صار لكم عم تلتقوا؟ مين يعني؟ آسيا، بكفي بقى، انت فهماني علي، عم بحكي عن فرحات. مصطفى صدقني هي اول مره بشوفه. شو هالصدفه العظيمه؟ لما صارت علاقتنا بخطر وعلى المحك، بيظهر حبيبك القديم فجأة؟ مصطفى مو معقول اللي عم تحكيه، مانك حاسس انك مزوده؟ يعني بدك تقول انه انا عم خونك مو هيك؟ ابدا مو قصدي هالشي بنوب، بس انت عم تشك. آسيا، انا اكتر واحد بالدنيا بيعرف شو بيعني لك فرحات. المشكلة انه انت لهلأ مانك فهمان حالك. حرام عليك مصطفى، تنسى ايامنا وتخربها هلأ؟ رجع فكر. شكرا لك دكتور، عزبناك معنا بهالوقت. هذا واجبي، تصبحوا على خير. وانت بخير. منيح هيك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول او شو اعمل، وهي حابه انه تصير ام، حابه تعبي لنا البيت ولاد وتفرحنا بشوفتهم. وبهيك طريقه يا سعاد؟ لا. طيب اذا هي جاهله، معقول انتم ما قدرتوا انكم تعلموها؟ شو بدي ساوي اذا ما حكت لي شيء؟ بس هي بجوز فكرت بالولد لانه ممكن يخلي رؤوف يعقل شوي.
مو الولد اللي راح يحلله مشاكله لابنك. رؤوف بيتغير؟ ما بتعرف يا عزام، ما حدا بيعرف. قال بدك ياني بابا. ايه ابني، شلون صارت مها منيحة؟ ايه منيح بابا. ابني طالما شغلين حالكم بهالقصة، ليش ما بتعملوا شوية تحاليل؟ مين قال لك انه نحن مشغولين بابا؟ بس هي مها إلا تخبيصاتها. ليش؟ برأيك هالقصة بينسكت عليها؟ في شي بدك تقلي يا بابا؟ ايه، حسان واختك سمر رح يكونوا هون بعد الظهر، لا تقول ما خبرتك. طيب راح خبر رشاد. معقول بدك تبعت لهم الشوفير؟ روح انت لهنيك واستناهم حتى يوصلوا. خلص اللي بدك يا بابا. يعني ما بيكفي انه اعطيناك اختي، لو صرنا مضطرين نحطك فوق راسنا كمان. رشاد رشاد رشاد، بسيطة يا حسان، صار بدك تجي لعنا. ايش علي، اهلا وسهلا فيك دائما. وين كنت ولا؟ كنت برا، اول ما سمعت صوتك. خلاص خلاص، يلا الحقني، في عنا شغل. قال جايين الضيوف اتقال كتير من اسطنبول، خلينا نجهز استقبالهم. سمر، هاي وصلت من دينا. شكرا. صباح الخير. صباح النور. شفتي شي لحسان؟ سمعته عم يقول رايح على غرفة جوان. فرحتني كتير جوان. برأيي طول بالك ولا تفرح كل هالقد. ليه؟ لنشوف أمك شو بدها تحكي لما تعرف. منلاقي شي حل، ما تاكل هم. صباح الخير. صباح النور. مو انت قلتي لي انه في مزار بميديات العالم بتروح عليه وسالتيني اذا بدي زوره؟ ايه قلت لك. برايك ممكن انه يفيدني؟ ان شاء الله. شو رايك اذا اخذنا جوان لهونيك؟ امتى؟ اليوم بناخده ومنسافر مع بعض. ممتاز، بتشوف كيف رح ترجع وانت عم تمشي على رجليك. مع اني مو متأكد. صحيح سمر ليكون في ازعاج لعيلتك، بجوز ما يحبوا جيتي. لا، ورح تشوف قديش رح ينبسطوا. انا بدي منك شغلة حسان. قليلي. فينا قبل ما نروح نمر لعند فتون شوي، في امانة بدي اعطيها اياها.
ماشي، من مر لعندها. شكرا. عزام بيك، إذا بدك فيني خليك تشوفه بالمستوصف. ليش بقى؟ شو يعني ابني غير اللي موجودين هون؟ رح شوفه محل ما هو. شكرا لك. شلونك يا ابني؟ منيح بابا، أنت شلونك؟ منيح، لا تنشغل علي، ما في عنا مشاكل. أمي كيفة بابا؟ كمان منيحة وبتسلم عليك. عرفت اللي صار مو هيك؟ شو بدي أعرف بابا؟ القضية رح ترجع تنفتح مرة تانية لأنه الأدلة ما كانت كافية بالنسبة للمحكمة. شو بالضبط اللي بدهن إياه؟ السلاح اللي تقوص فيه. القضية رجعت انفتحت لأنه الاعتراف ما بيكفيهم. اسمعني يا ابني، إذا في شيء أنا ما بعرفه لسه. جلال، أنا عم بحكي معك. تفضل بابا. إذا في عندك شيء قبل ما تبلش المحكمة فياريت تقلي إياه هلأ، ما تخليني أطلع بالخجلة. لا بابا، ما عندي شيء. ماشي يا ابني، رح نشوف شو رح يصير. ما رح نتأخر جوان. ماشي، ما في داعي تستعجلوا. يلا تفضلي. لسه ما تحسنت؟ أبدا. يعني شو رح نعمل؟ حتى الدكتور ما قال شيء. ما بعرف، لو بعرف أكيد ما كنت تركتها بهالحالة. خليكي، أنا بفتح. مرحبا عمي. مرحبتين. شو ما بدك تقلنا تفضلوا؟ تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. كيفك؟ اهلا وسهلا. شو عمي، ما بدك تنزل على الشركة؟ ليش في نفس لحتى اشتغل؟ فتون صار لها يومين مرضاني، ما حدا عرفان شو قصتها. شبهها؟ ما عرفنا، صار لها يومين لا عم تاكل ولا عم تشرب. اطلعي احكي معها بلكي بتفرح شوي. تعي اطلعي معي. طيب تفضلي. شوفي مين اجا لعنا. سمر قال تعبانه، سلامتك ان شاء الله. رح خليكم تحكوا مع بعض شوي لأشوف نزار إذا بده شيء. ليكي بترجاكي لا تقهريني، ما تقولي لي لسه ما وصلك شيء. خدي. لو بتعرفي قديش فرحتيني عن جد. أنتي ما في منك. بدنا نروح على ميديات يا فتون، إذا في شي بتحبي أخده هاتي. يا ريت لو كنت بقدر روح معك على ميديات كمان. لو روحوا شوفوا يوسف مرة واحدة على القليلة. معقول تشوفي هيك؟ رجعي هلأ لصحتك وبعدين إلا ما نلاقي شي حل لمشكلتكن. ليش في حل لمشكلة مثل هاي؟ معقول نصير مع بعض؟ فيروزة للمجوهرات. تفضل. أرول بيك موجود؟ ليش شو بدك من المعلم أرول؟ أنا جاي من ميديات، أنا ابن أخو لأرول بيك. أهلين يا يوسف، وأخيرا شفنا وشك بإسطنبول. إيه؟ ليش ما مرقت وتركت شنطتك بالبيت بالأول؟ كنت بترتاح شوي. أنا ما بعرف العنوان عمي، بعدين قلت خليني شوفك
يعني ما بعرف وين بدي أقعد. كيف وين رح تقعد؟ طبعا عندي بالبيت، ليش في محل تاني؟ أنا ما بدي أعذبكن معي. ما بقى بدي أسمع شي، يلا ماشي خليني أدلك على البيت. شباب روحوا جيبوا شناتي. الحمد لله على السلامة، نورتوا مديات. أهلا وسهلا. أهلين فيك أخي جوان. بالله جد رؤوف، الحمد لله على السلامة. وليه ما بدك تسلمي علي؟ كيفك أخي؟ حبيبي قلبي. المهم الحمد لله على السلامة. منحكي بعدين، ما نكون رايقين هلأ. بلا ما تضلوا واقفين هيك. بالمناسبة أنا حجزت لكم أوتيل، إن شاء الله رح يعجبكم كتير. سمر أنت رح تيجي معنا مو هيك؟ لا أنا ما رح أجي معكم. كيف يعني ما رح تجي؟ أبي عم يستناكي بالبيت. بكرة أنا وحسان منيجي لعندكم ومنشوفه. الظاهر أنت نسيت أصلك لك. قالت لك ما بدها تجي معك. أنا أخوها الكبير وراح تعمل اللي بدي إياه. بس أنا هلأ زوجها ومحلها هو جنبي. لا تعذب حالك وتحكي زيادة رؤوف بيك، خلينا نروح على الأوتيل وخلاص. لا تنسى أنه ما بيصير تترك زوجها وتروح تشوف أبوها لحالها، مظبوط ولا لا؟ على كل إن أول ما نحط أغراضنا رح نعملكن زيارة. أكيد سمر بدها تشوف أهلها. عم يحكوا صح يا بيك، بعدين بلا ما نزعل عزام بيك منا. ولك أنت شو دخلك حتى تحشر أنفك؟ ساوي هلا مثل ما بدكم. ابراهيم. حاضر يا بيك. بتوصل الضيوف على الاوتيل هلا. ومشان اغراضهم خذ لهم اياهم على السياره. تحت امرك يا بيك. ومشان ابوكي رح له انك اصريتي تضلي مع زوجك بالاوتيل. بتكون هيك عم تقول له المظبوط. تفضلي اركبي. رشاد. نعم معلم. إذا أبي سأل شي بتقول له هني ما حبوا يجوا. ماشي يا بيك، وبلكي سمر خانم راحت وحكت له. لا تخاف سمر ما راح تحكي شي، هي بتعرف شو راح يصير لها إذا حكت له. مثل ما بدك. اهلا وسهلا فيكم. بدي اياك تامن كل طلبات الضيوف، واذا صار اي شيء بتحكي معي فورا. حاضر. صحي سمر ماها مريضه، قالوا رايد تشوفك ضروري. ماشي لا تتاخري بالجيه. بشوف. شعلي.
أهلا وسهلا أستاذ. مرحبا. اللي كيف بقدر ساعدك؟ بتوقع أنك بتقدري. عفوا شو اسمك؟ هيفا. المهم أنا جاي مشان أشوف آسيا خانم، بس خايف كون مخربط. لا لا أنت بالمحل الصح. طيب أنا بقدر أشوفها هلأ؟ لا تواخذني، بس أنت مختلف عن الرفقات اللي عند آسيا خانم. بعرف هذا شي منيح. آسيا خانم في ضيف جاي لعندك. ليش ما فوتتيه لعندي؟ تفضل فرحات بيك. شكراً لك كثير. تكرم. بصراحة هالمرة أنت أدهشتني عن جد. الظاهر نسياني شو كنت أقول. مو كنت أقول لك لما تكوني معي توقعي كل شيء ولا تتفاجئي. طلعت مو نسياني ما هيك؟ هالمرة أنت اللي أدهشتيني. أكيد هاي أول مرة. بصراحة أنا فكرت أنك مسافر من هداك اليوم. قررت أني أبقى شوي كمان. حاسس أنه في شغلات مشتقلة كتير. عن جد عم تحكي؟ مصطفى بيلبق له كتير يكون أب، وبنتك حلوة كتير. أنا بحب الأولاد، بس هي في عندها شيء، القلب. المهم شو أخبارك أنت؟ شايف إنه حققتي اللي بدك إياه؟ بس شو؟ ما بعرف، بس حاسس انك مكتئبه. ومن وين طلع هالاحساس؟ مو قلت لك مجرد احساس. واضحه الحيره الموجوده بعيونك. انت متغير عن آسيا اللي بعرفها انا. مر وقت طويل يا فرحان، اكيد بكون كبرت. العمر كمان له حق علينا. بس انت احلى من اول بكتير. انا ما كان قصدي الشكل، قصدي الروح يلي كانت عندك. انت عم تعيشي حياه ما بتحبيها بنوب. انت عم تعملي شيء مزبوط. وبس امتى كانت اخر مره حلمتي فيها؟ طيب من امتى ما طلعتي على السما؟ أنا رح شوف أخي شوي وأرجع. انتبهي على البنت. لا تشغل بالك، أنا هلأ بقعد معها. إيه ميديات كمان ما شغلت بالي، وليكي شو وقع براسنا. البنت طلعت عم تحب وتعشق، وأنا ما عندي خبر بشي. لا واحد سرياني. ما رح تتأخر المسا مو هيك؟ نورهان. إيه بلحق أتعشى معكم. يمكن ما لازم أعمل هيك يا فتون، بس ما عاد فيني أتحمل. قلبي وعقلي كتير مشتاقين لك. خلص أنا بدي أجي على إسطنبول، وإذا تيسرت معي رح كون عند عمي قبل ما توصلك الرسالة. يوسف أصبح أنت هون؟ أنت هلأ بإسطنبول على الأكيد. فتون كيف صرتي حبيبتي؟ إن شاء الله حاسي حالك أحسن. أي أحسن. شبك ليش هيك متضايقة؟ ما في شيء أمي، المسا بكون أحسن إن شاء الله. يا بنتي ناديني إذا احتجتي شيء. ماشي أمي. أنا حكيت لك عن عمي إذا بتتذكري. هو في عنده محل بقلب سوق الصاغة.